من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن تحت حضرتك وضيفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك الفوز، وفوز عريض 4-1 امام الداخليه، ومعايا نجم المباراه واحسن لاعب في المباراه كابتن كريم فؤاد. كريم الف مبروك لقب افضل لاعب في المباراه، والف مبروك الهدفين، والف مبروك كمان هدف الصوف. الله يبارك في الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني الحمد لله ربنا كرمنا بفوز مستحق النهارده، واحنا يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت شغالين كويس، والحمد لله يعني ربنا كرمنا بيه. يعني كريم بسم الله ما شاء الله بتقول اكتشاف نفسك السنه دي، مركز جديد عليك، ولكن اعتقد يعني ده يمكن افضل مركز لعبت فيه وافضل اداء قدمته. لا هو مش مركز جديد، انا لعبت فيه كتير قبل كده، ولعبت في مراكز اكتر من كده كمان وانا في انبي، والحمد لله يعني ربنا كرمنا ان احنا يعني الفتره دي شغالين كويس وبنجتهد وبنتمرن كويس، فالحمد لله يعني النتيجه ده باين يعني الحمد لله في الملعب. مستر كولر وثقته الكبيره فيك اعتقد مؤثره معاك وفرق معاك كتير جدا في اداءك. طبعا هي يعني الثقه كل حاجه في الكوره يعني عامه، والحمد لله يعني هو بيدينا ادوار واحنا بنركز فيها كلنا مش انا بس، فالفرقه كلها ماشيه كويس، والفرقه كلها يعني الحمد لله في احسن حالتها، ويعني ربنا الحمد لله يعني بيكافينا بالماتشات دي. زملائك وعلاقتك بيهم وشايف علاقه بعد احراز كل هدف، اللعيبه كلها فرحانه لك، خاصه اكرم توفيق اللي المفروض انكم بتلعبوا في نفس المركز كمان. لا هو اكرم اخويا يعني احنا يعني هي بعيدا عن الكوره اكرم اكتر واحد صاحبي في بره الكوره كمان يعني، فالحمد لله الحمد لله يعني حب اللعيبه كلها لبعضها مش ليا بس، مع بعضهم يعني كلهم، حتى حمدي لما جاب جون الفرقه كلها راحت عليه يعني بتحتفل معاه عشان خاطر زين ابنه، كلنا طبعا بنبارك له والحمد لله يعني على المكسب. جمهور النادي الاهلي النهارده وهو بينادي على كريم بعد المباراه، يعني يعني شعورك وجمهور النادي الاهلي بينادي عليك النهارده كريم بعد ما اتغيرت على طول؟ لا والله الحمد لله يعني الجمهور نعمه كبيره، وبشكرهم طبعا على كل حاجه، على مساندتهم لينا من بدري جدا، ويعني دي حاجه بصراحه يعني شعور جميل يعني الحمد لله. اللي جاي جمهور النادي الاهلي انت عارف ما بيشبعش بطولاته، مستني منكم كتير، تقول له لجمهور النادي الاهلي توعدوه بايه؟ ان شاء الله يعني نوعدهم بان احنا ما نبخلش باي نقطه عرق، وان احنا ندوس على نفسنا اكتر، وان احنا نحاول على قد ما نقدر ان شاء الله نجيب لهم كل مكسب ونجيب لهم كل فوز ان شاء الله. اخيرا بقى الاحتفال اللي بتعمله انت واكرم، يعني احكي لنا جه ازاي واتفقت عليه ازاي؟ هو الاحتفال اللي انا واكرم يعني يعني هي جت كده بصراحه، بس احنا يعني بنسلم على بعض كده على طول من بدري يعني، هو احنا كل ما بنشوف حتى في كل يوم واحنا جايين النادي في اوضه اللبس بيسلم على الناس كلها عادي، بس لما يجي يسلم عليا بيسلم عليا السلام ده. فبس فاتفقنا ان احنا نعمله ان شاء الله في الماتشات. قبل ماتش الزمالك قلت له ان انا يعني نفسي اجيب جون وبتاع، فقال لي ان شاء الله هتجيب جون وهنعمل الاحتفال ده سوا وكده. بس فاول ما جبنا الجون رحنا احتفلنا سوا، وهنحتفلوا كتير ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا كريم، ودايما موافقين ودايما ان شاء الله متالق وعند حسن ظن جمهور النادي ان شاء الله باذن الله. حبيبي شكرا. كابتن ايمن دقق اللقاء، انا مع كابتن كريم فؤاد نجم مباراه اليوم وافضل لاعب في المباراه. الف مبروك لحضرتك، الف مبروك لضيوفك وكل جماهير النادي الاهلي، ودايما يا رب النادي الاهلي في انتصارات، ودايما يا رب النادي الاهلي رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق.